مرحبا بكم اعزائي المشاهدين كيف حالكم انا في نعمه والحمد لله اليوم ان شاء الله راح ننطلقوا في دروس المقطع الثاني اللي هو التنسيق الوظيفي في العضويه ماذا نقصد بالتنسيق الوظيفي في العضويه لاحظوا معي عند سماع صوت رنين الهاتف فان اليد تمتد مباشره لاخراج الهاتف لرؤيه من هو المتصل رغم أن اليد هنا ليست هي من سمعت الصوت وانما الاذن او عندما نريد كتابه رقم معين فان اليد تتجه مباشره الى الرقم رغم ان اليد ليست هي من ترى الرقم من هنا نستنتج أن هناك تنسيق وظيفي في العضوية وهذا هو مقطعنا لدرس اليوم درس اليوم هو الارتباط التشريحي للاتصال العصبي يستقبل الإنسان عدة معلومات من الوسط الخارجي عن طريق الأعضاء الحسية ما هي هذه الأعضاء الحسية وما هي الحواس المرتبطة بكل عضو حسي نبدأ أولا مع العضو الحسي رقم واحد اللي هو العين والحاسة هي حاسة الرؤية العضو الحسي رقم اثنين هو الأنف والحاسة هنا هي حاسة الشم العضو الحسي رقم ثلاثة هو اللسان وليس الفم والحاسة هنا هي حاسة التذوق العضو الحسي رقم أربعة هو الأذن والحاسة هي حاسة السمع العضو الحسي رقم خمسة هو الجلد والحاسة هنا إما تكون اللمس أو البرودة أو الألم أو الحرارة إذا أعزائي نحن قلنا سابقا أن هذه الأعضاء الحسية تلتقط المعلومات من الوسط الخارجي سؤال المطروح هنا كيف تلتقط هذه الاعضاء الحسيه المعلومات الاجابه تكون تلتقط الاعضاء الحسيه المعلومات من الوسط الخارجي على شكل تنبيهات مختلفه نروحو نشوفوا مع بعضنا هذا التنبيهات لاحظوا معايا اول عضو حسي اللي هو الاذن الاذن تلتقط المعلومات من الوسط الخارجي على شكل اصوات اذا الاذن هنا هي العضو المستقبل والاصوات المختلفه هي التنبيه والحاسه اللي حدثت لي هنا هي حاسه السمع ننتقل الان الى العين والتي تعتبر هي العضو الحسي ولا العضو المستقبل التنبيه في هذه الحاله هو الضوء الحاسة اللي حددت لي هنا هي حاسة الرؤية ننتقل إلى حاسة التذوق العضو الحسي في هذه الحالة هو اللسان التنبيه هو الأذواق المختلفة الطعم الحلو المر الحار الحامض إلى غير ذلك ننتقل الآن إلى حاسة الشم العضو الحسي أو العضو المستقبل هو الأنف التنبيه هو الروائح المختلفة الحاسة اللي حدثت لي الآن هي حاسة الشم في الاخير عندنا رسم تخطيطي لمكونات الجلد يتكون الجلد من ثلاث طبقات اساسيه البشره والادمه وتحت الادمه تحتوي الادمه على عده مستقبلات حسيه المستقبلات الحسيه الموجوده على مستوى الجلد لاحظوا باللي عندي نهايات عصبيه حره هذه النهايات العصبيه الحره تكون حساسه للالم يعني مثلا اذا وخزتك شوكه ولا راح تتحسس هذه النهايات العصبيه وراح تؤدي الى الاحساس بالالم جسيم ميسنر جسيم ميسنر هنا هو مستقبل لمسي يعني هو المسؤول عن حاسه اللمس جسيم رافيني جسيم حساس للحرارة يعني مثلا إذا حملت حاجة سخونة هنا راح يتحسس هذا الجسيم وبالتالي تحس انت باللي هذيك الحاجة راهي درجة الحرارة تاعها راهي مرتفعة عندنا مستقبلات حركة الشعر يعني هي المسؤولة عن الإحساس بحركة الشعر سيم كراوس جسيم كراوس هنا حساس للبروده يعني مثلا عند انخفاض درجه الحراره مثلا في فصل الشتاء هنا راح يتحسس جسيم كراوس انت باللي درجه الحراره راهي منخفضه جسيم ميركل حساس للضغط الخفيف جسيم باسيني حساس للضغط الشديد بما أن الجلد يحتوي على عدة أنماط من المستقبلات الحسية فهذا يمكنه من التقاط تنبيهات مختلفة فمثلا يمكنك الإحساس بالحرارة والألم في نفس الوقت نعطيك مثال إذا كان هزيت حاجة سخونة مثلا وحرقتك هذه الحاجة سخونة راح تحس أنه هذه الحاجة راهي درجة الحرارة حامر تفع وفي نفس الوقت راح تحس بالألم نتيجة الحروق اللي سببتها ارتفاع درجة الحرارة هذه المعلومات ولا هذه التنبيهات التي تلقاها للاعضاء الحسيه والتي يقوم بترجمتها الدماغ الى احساس نسميها بالاحساس الواعي ولا الحس الشعوري ماذا نقصد بالاحساس الواعي ولا الحس الشعوري هو نشاط واعي يمكن الجسم من اكتشاف المحيط الخارجي وتلبيه حاجياته والتكيف مع تغيراته وعناصره الى هنا اعزائي نكون قد انتهينا من درس اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب ليصلكم كل ما هو جديد، اذا لم تفهموا اي درس يرجى تركه لي في تعليق وسوف اقوم بشرحه في القريب العاجل بإذن الله